بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من مادة تصميم وبرمجة الألعاب. إن شاء الله في هاي المحاضرة بعد ما استطعنا إنه نقوم بتحريك العناصر على الستيج، وأجرينا اختبار المحاضرة الماضية في الدوران من خلال input.getKey up أو down أو input.getKey لوحدها. اليوم راح أجري اختبار ونحاول إنه نمنع السيارة هاي أو العنصر بغض النظر اللي أنا بقوم بالتحريك به إنه يخرج خارج نطاق البلان اللي موجود أمامنا. بداية حتى يكون الشغل شغلنا بسيط وسهل، لابد إنه نحصر بعض الأمور. أول نقطة بنوه إلها إنه أنا البلان اللي عندي موجود على البوزيشن 000 والسكيل تاعه أنا عملت له سكيل 3x3. الآن حتى أنا أمنع السيارة أو العنصر اللي أنا عندي هون اسمه ماي كار إنه يتحرك خارج التيرين أو خارج البلان، لابد إني أنا أعرف الخصائص هذا البلان. بداية بدنا نشرحه بشكل بسيط جدا ما قبل ما نكتب الكود. راح نحكي إنه السيارة مثلا بس توصل لهاي النقطة اللي هي هون، إذا بتلاحظ معي قيمة البوزيشن اللي بتتغير اللي هي الآن البوزيشن في الماي كار تقريبا 12.5 13 واتيفر. انه كل ما بتوصل قيمة البوزيشن للماي كار لقيمة 12، كل ما بدها تزيد عن ال 12 ترجع لل 12. فهي جملة شرطية جدا بسيطة. بدي احكي له انه الاف انبوت اف ترانسفورم دوت بوزيشن دوت اكس اكسس، في حال انه الاكس اكسس اتجاوز ال 12 يرجع لل 12 فعل العنصر. فعليا انا ما راح اشعر انه الاوبجكت خرج خارج التيرين ورد رجع له. كذلك الامر هذا بالنسبه للموجب، اذا انت ملاحظ معي كذلك الامر للسالب. شوف المفروض انها تكون نفس القيمه اللي انا حطيتها على اليمين هي نفسها على اليسار، لانه البلان موجود في المنتصف وذو حجم متساوي. فانا اللي بده يصير عندي هون انه القيمه تقريبا 12 سالب 12.5، كل ما قلت القيمه عن سالب 12.5 ترجع القيمه ل سالب 12.5. الآن بس نكتب سكريبت 8 راح تتوضح معنا الفكرة بطريقة أفضل. لذلك الأمر راح نبني سكريبت جديد، سكريبت 8، ونشوف كيف إحنا ممكن نطبق عليه هذه الجملة الشرطية. في داخل function update لازم أفحص أنا البوزيشن اللي خاص في ماي كار، فبدي أحكي له F transform.position transform.position.xaxis أكبر من أو يساوي القيمة اللي احنا شفناها 12.5. transform dot position dot x axis كل ما تتجاوز 12.5 ترجع لقيمة 12.5. سيمي كولن كنترول اس ونرجع لليونيتي وننزل سكريبت 8 على الماي كار. حبذا انه نتأكد انه سكريبت 8 موجود، وسكريبت 6 اذا بتتذكر معي هو اللي خاص في تحريك الماي كار. الاختبار اللي انا اجريته على محور x axis للأمام، فراح نمشي السيارة للأمام ونشوف إنه أنا ما زلت ضاغط على الكيبورد للأمام، لكن أنا ما شعرت إنه السيارة خرجت عن التيرين وردت رجعت له. فهيك إحنا نجحنا في تطبيق إنه نمنع الخروج العنصر عن التيرين في إحداثيات معينة. الآن راح نختبر بقيمة للماينس اللي هي عكس قيمة الإكس أكسس اللي هي ماينس إكس أكسس، بحيث إنه الماي كار ما تخرج عن التيرين. راح نرجع للسكريبت ونفس الجمل الشرطية اللي قمنا بكتابتها سابقا، راح نحكي له if transform.position.xaxis أقل من أو يساوي minus 12 transform.position.xaxis تتحول أو ترجع لقيمة minus 12.5. كنترول اس ونرجع لليونيتي ونعمل رن للجيم
ونشوف للأمام ما خرجت وأنا ما زلت ضاغط على الكيز، وللخلف السيارة ما رجعت. إذا هذا المسافة هاي عاملة معك إرباك، يعني حبي لك إنه ترجعها كمان شوي، هي راح تكون مثلا ماينس 13 بدك تقوم بدراسة الإحداثي exactly بحيث إنك تحصل على النتيجة المرجوة. نعمل run للجيم ونشوف الاختبار. زي ما أنت شايف ماينس 13 قامت بإرجاع ماي كار أكبر من الحد المسموح به، يعني بدك تقيسها بطريقة صحيحة. الآن راح نشوف إنه الماي كار راح تخرج عن الشق الآخر أو المحاور الأخرى، لذلك لابد من فحصها بحيث أنه نعرف هذا المحور اللي هون مين هو. بكل بساطة نيجي للماي كار اللي هون، نطلع زوم أوت شوي. إحنا الآن عالجنا الإكس أكسس، الآن بدنا نقوم بمعالجة المحور الأفقي اللي هو الزد أكسس. زي ما أنت ملاحظ معي حتى أفحصه إكزاكتلي لابد من أني أعمل روتيشن للسيارة بشكل تقريبي للماي كار، وأرجع وأشوف أنه الزد أكسس زي ما أنت ملاحظ عندي هون هي اللي بتقوم قيمتها بالتغير. الزد أكسس تقريبا 13 ماينس 12.5 على اليمين، وللخلف هي 12.5 تقريبا 12.5-13 حسب الحجم. إذا كان البلان عندك ذو إحداثيات 0.0.0 والسكيل اللي أنت عملت له إياه كان نفس السكيل، فالقيمة اللي أنت ضفتها هون مثلا 12.5 على اليسار 12.5 على الإكس أكسس، وعلى الزد أكسس إذا كانت على اليمين 12.5 ماينس 12.5 على اليسار 12.5. لذلك الأمر راح نرجع ونشوف كنترول سي، أو نرجع نكتب الكود مرة أخرى ونحكي له if transform.position.xaxis أكبر من إحنا فحصناها كانت 12.5، إذا مش للإكس للزد أكسس 12.5، إذا كانت أكبر من 12.5 ترجع لقيمة 12.5 ونجري الاختبار. حدث مشكلة في قراءة الإحداثي. الآن رح نحصر المشكلة اللي حصلت معنا. أنا اللي عملته هون زي ما أنت ملاحظ أنا بفحص البوزيشن على الزد أكسس وبعكس قيمتها على الإكس أكسس، فهو الصحيح إنه على الزد أكسس أيضا بوزيشن دوت زد أكسس، والتأثير رح يكون أيضا على الزد أكسس. كنترول أس نرجع لليونيتي ونشوف الاختبار اللي احنا قمنا فيه هون. شوف اول ما بيوصل للماينس لل12 مباشرة تتحرك من البوزيشن اللي كانت فيه للبوزيشن اللي هون، معناه انه انا بفحص بوزيشن وبنقله الى بوزيشن اخر. Again لاحظ معي كل ما بتوصل معي لقيمة 12.5 كل ما بتوصل ل 12.5 أو كل ما بتزيد عن قيمة ل 12.5 راح ترجع تصير سالب 12.5 لأنها تحركت. هي الخطأ اللي موجود هون انه انا بفحص قيمة اكبر من 12.5، في حال انه تجاوزت 12.5 تنتقل الى سالب 12.5 وهي قيمة خاطئة مش سالب 12.5 12.5. هاي هي المشكلة اللي ممكن احنا تواجهنا في حال انه صرنا ناخذ الكود كوبي بيست، لازم ننتبه للقيم اللي احنا بنقوم ب
نسخها، فهي أكبر من 12.5 ترجع لل 12.5 على الزد أكسس، نعمل رن. زي ما أنتم لاحظ معي السيارة بتحاول إنها تخرج عن قيمة 12.5، وكل ما تخرج عن قيمة 12.5 على الزد أكسس بترجع لقيمة 12.5. آخر شيء احنا فحصنا الزد اكسس على الموجب، الان راح نقوم بالتشييك على هاي القيمة على السالب، فهي لانه البلان مستوي ذو ابعاد متساوية فالزد اكسس هي راح تحمل نفس القيمة. في حال كان شكل البلان مستطيل، شكل التيرين مختلف، شكل الشارع اللي احنا بنعمل عليه التست مختلف، راح تشوف انه القيم اللي انت بتقوم بكتابتها هون تختلف. سبق ذلك اني انا اجريت اختبار حتى اعرف البوزيشن الصحيح للحركة. المحور الأخير اللي احنا أجرينا عليه اختبار فيه خطأ، شوف بيمنعني اني اتحرك، بيمنعني اني اتحرك اقل من قيمة سالب 12.5. نشوف السبب، لانها اكبر هي لازم تكون transform.position.z اقل من سالب 12.5، فبدك تكون حذر تفحص على الأكبر ومن ثم على الأقل، بحيث أنك تفرض الأربع فرضيات اللي ممكن تشكل معك مشكلة. بتخيل هيك إن شاء الله ما في أي إرباك رح يصير معنا. هيك أنا استطعت أمنع أعمل ريستريكت على ماي كار بحيث أنها ما تخرج عن التيرين اللي أنا بنيته. سبق ذلك زي ما أشرت من شوي اني ما قبل ذلك عملت كليك على الماي كار وحركتها بشكل يدوي وقرأت القيمة اللي هون، يعني بلس ماينس نص ما في مشكلة. انا القيمة اللي ركبتها ناقص 12.5 هي 13 سالب 13، فما رح يشكل عندي فارق. وهون اقصى اليسار هي كذلك الامر 13 12.5. وأيضا لو عملت روتيشن للماي كار ودورت حتى أفحص الزد أكسس اللي هون على يمين وهي موف، هي كذلك الأمر نفس القيم اللي أنا كنت أشيك عليها. يعني هاي القيم الزد أكسس زي ما أنت شايف 12 12.5 13، يعني لابد أني أنا أقرأها أو أشاهدها بشكل بالعين المجردة بحيث أني أنا أعرف القيم اللي راح أمنع أنه الماي كار تخرج عن نطاق التيرين تاعي. طبعا انا هون حليت الارباك هذا او هاي المشكله حليتها باي كودينج، في طرق اصعب لكنها مش باي كودينج، اني انا اضيف هون مكعب واضيف مكعب وافعل الكولايدر تاعه واشيل شكله بحيث انه يظهر معي. اذا لزمتنا راح ارجع اشير لها لاحقا باذن الله تعالى. هيك بنكون احنا في الدرس التاسع استطعنا انه نمنع حركة السيارة انها تخرج عن نطاق الجيم اللي احنا راح نشتغل عليها. ان شاء الله بنلتقي في الدرس العاشر او الدرس اللاحق ان شاء الله، ونحاول انه نعمل تطبيق اخر للسكريبت ممكن ان نستفيد منها. يعطيكم العافية.